وحشتني يا كلبة. يا بطوطة وحشتني وحشتني وحشتني. يلا يا لوكس يلا تعال. عامل ايه؟ تعال. انت عارفه بودي هوريك ايه؟ بودي عارفه هوريك ايه؟ هوريك مفاجأة ما حصلتش. يلا بيدي خليك محبوس لحد ما اخلص الفيديو وبعد كده هطلعك. يلا يلا يا مؤذي. اوف هعدي من تحت الباب. هو مين وهيسكت؟ يلا بقى نصور الفيديو. خليك بقى قاعد براحتك. كل ده عشان اشوف المفاجأة. تعال هوريك حتة مفاجأة. تفتكر المفاجأة هنا ولا هنا؟ مش عارف. حظك فظ. هنا صح. هنا فعلا؟ اه هنا فعلا. هيدي ولد بجد بجد. الله ما شاء الله. انا عايز اشوفه. الله بسم الله ما شاء الله. هو فين؟ هي مغطياهم كويس عشان الجو بارد. الجو بارد. ما في ايه؟ استنى اقربهم شويه كده ونتفرجوا عليهم كده من سواه. ده مغطياهم جامد لدرجه ان احنا مش شايفينهم. طب نكشفهم كده لحظه بس ثواني. هما بيتحركوا بس انا مش شايفهم. اهم الله. بسم الله ما شاء الله. الله الجمال. شايف 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 يا حبايبي جوه هم بيتحركوا. اللهم صل على النبي. شوف خايفة عليهم. خايفة عليهم. خايفة عليهم. خايفة عليهم جامد. انه الابيض. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ده شبه هايدي. شبه ماما في نفس النقط السود اللي في هايدي برضه. لا غطيها غطيها بسرعه غطيها بسرعه. انا حاسه ان انا زعلانه عليا. خلاص 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 انا غطيها. خلاص رجعي. بسم الله ما شاء الله. شطور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ايه رايك في الجمال؟ لا ما شاء الله ما شاء الله. حلوين في ايديا. اللهم صل على النبي. لا بسم الله ما شاء الله. ثواني انا هجيب لها ميه. ده شربت الميه كلها. ثواني هجيب ميه وهي جايه. بسم الله ما شاء الله. شوف خايفة عليهم ازاي. خايفة عليهم جامد. يا لهوي. حط يلا المي. عطشانة شكلها. يا روحي عطشانة. يا عيني ما شمتش. كانت عطشانة. ولا لمستها عادي؟ والله يا خير. طيب. يا عيني شوفوا كانت عطشانه. كانت عطشانه جامد. بس جمال قوي اللي هي. بسم الله ما شاء الله. شوف خايفه عليهم ازاي. داخله تطمن عليهم. اللي انت طلعتيه ده كان في نقط سودا زيها برضه. في خط اسود زي اللي في ظهرها بالظبط. سبحان أيوه. الله الظهر هيبقى خلاها بالظبط. سبحان الله. شوف الخط سبحان الخلاق العظيم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. شوف فرحانه. خايفة عليهم جامد. اختي اللي كتبت لي في التعليقات ان هايدي خلاص قربت تولد. فعلا زي ما قلت بالظبط هايدي ولدت النهارده. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لنا يا رب في المواليد الجديده دي. ودي كانت احلى مفاجاه لينا النهارده. الحمد لله. مفاجاه جميله. رايك في الدنيا؟ عسل 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 بصراحه. عسل. اللهم صل على النبي. هي مغطياهم ومدفياهم يا عيني وحنينه خالص عليهم. شوف خايفه عليهم ازاي. دلوقتي بقى هنقفل على هايدي وهنتفرج على الارنبه اللي احنا شارينها جديد. طيب. وطبعا احنا كنا بنحب مسعده جامد فعشان كده هنسميها مسعده هي كمان. تمام. هي انا ما شفتهاش بصراحه. هشوفها دلوقتي. بودي لسه شايفها النهارده يعني اول مره يشوفها. الله تصدقي شبه مسعده شويه. هي فيها من لونها شوية. بس دي اجمل من مسعدة. دي جميلة. بس برضو هنسموها مسعدة برضو. هي كمان. احنا كنا بنحبه مسعدة جدا بصراحة. فاحنا هنسميها مسعدة هي كمان. تعالى بقى نسمي الزقزقة الصغيرة اسم. ايه رأيك؟ ماشي. يلا بينا. يلا بينا. يلا باي باي.
اقفل عليها كويس. تعال معلش يا بودي، هات لي ميه بس هنا، اغسل لي دي وهات لي ميه. هي فين؟ استخبية. دي كبرت، اللهم صل على النبي. كل يوم بتكبر اكتر من اليوم اللي قبليه، عشان هي واحدة بس اللي بترضع. فبسم الله ما شاء الله ربنا مبارك فيه. بودي هو اللي هيسميها مش انا. يلا حطوا المية بودي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيك بقى يا بودي؟ رأيك نسموها ايه؟ نسموها ايه؟ انا مش عارف. هسميها فلونة. بصراحة اسم فلونة اسم جميل. شاطر يا بودي ان شاء الله. بس ايه الجمال ده؟ بص 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 على الجمال. استنى، ما خايفة عليها يا عيني؟ ما خايفة عليها؟ شوف شوف مدرياها واقفة مدرياها ازاي. خايفة عليها جامد. جميلة. ابو فجلة عامل ايه؟ عيالك جمال يا ابو فجله. يا نهار ابيض على الجمال. انت خايف كده ليه؟ ليه انت مش جبان؟ انا ما بحبش الجبنه. لا انت جبان ليه كده؟ ما تخافش عشان اول مره المسه. لا خلاص انا هبعد عنه احسن. بس عياله جمال، هو كمان لونه جميل ما شاء الله. يلا اقفل اقفل عليه. خلاص ما بقى اب، مش هيبقى اب بقى خلاص. اي هي الزغلوله الصغيره النونه ماما عامله ايه؟ وحيده. وحيدة جميلة. انا شفتها الصبح بس برضو هوريها للسادة المشاهدين وهوريها لك دلوقتي. يلا بينا. يلا بينا ننزل نشوفها مع بعض. يلا بينا. يلا بينا. يلا ركوسة. يا ركوب معلش حبسناك يا ركوسة. حبسناك يا بودي عشان نصور. عشان انت ما بتسيبش بني ادم انت يصور. فما فرحان ازاي؟ تعال يلا بينا. يلا هتنزل معانا ولا ايه؟ تشوف الحمامة مع بعض. يلا بينا. بص يا بودي بقى شوف الجمال. الله. واحدة بس. واحدة بس؟ ما التانية البيضة التانية كانت ميتة. ماتت في البيضة. فاكر انا ايه؟ دي حمامة واحدة. والفرشة بتاعها هتتغير. الله. في قش هنا؟ في قش وهغير لها الفرشة وهظبط كل حاجة. تمام. تمام. عبد الرحمن هي اللي بتمنتج وعبد الرحمن اللي بيعمل الصورة. والتيم كله شغال بصراحة. بسم الله ما شاء الله عليهم. وانا بقى هراعي الدواجن وتهتم بالفيديو. خلاص ماشي. تمام. بس رايكم بقى فيه ده جميل. عايز اوري لهم بقى الكتاكيت اللي سالونا عليها. الكتاكيت الصغيره اللي هي ما بقتش صغيره. تعالوا نفرجكم عليها دلوقتي. هنا الكتاكيت الصغيره اللي احنا كنا شارينها معاكم. بسم الله ما شاء الله بدات تكبر. خلاص بقوا ديوك. حبه كده ونطلعهم على السطح برده. اللهم صل على النبي. تعالى بقى نوريك ايه رامي ورامي. احنا عبد الرحمن ما شافش رامي ورامي من زمان، بيروح المدرسه وما بيشوفهمش. الله. رايك بقى في رامي؟ رامي جميل اهو بصراحه. احنا ما هنش علينا نبيعوه، وحاولنا نبيعوه كذا مره وما بيهونش علينا في الاخر ان احنا نبيعوه. لا رامي ده ولا رامي الثاني بصراحه، الاثنين احلى من بعض. لكن احنا مستنيين فتح نسر الغيه المصريه. احنا موصيينه يجيب لنا جزن تيار نفس النوعيه عشان يخلفوا لنا اولاد كده حلوين شكلهم ظريف. وعند رامي ورامي هنهي الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. يا ريت ما تنسوش قناتنا الثانيه وفر في بيتك منوعات ثلاثه، وما تنسوش قناتنا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.